بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده امتحان على الوحدات من الوحدة الرابعة لحد الوحدة السادسة. الامتحان ده خاص بالريفيجن، والامتحان ده من كتاب ماي نيو فريند. أول سؤال معانا بيقول لي بروكراستينيشن اللي هو المماطلة أو التسويف. الكلمة دي اتكررت كتير وهي كلمة جديدة، فطبيعي حضرتك تركز عليها. ذا ثيف أوف تايم، هو لص الوقت. السينونيم بتاع كلمة بروكراستينيشن، انت عارف اصلا قبل ما تخش كده على الموضوع ده، انت عندك ثلاث كلمات بيساوي كلمة بروكراستينيت. الاولانية اللي هي كلمة ديلي، ديلي يعني يؤجل. الحاجة التانية اللي هي اسمها بوت اوف اللي معناها يؤجل. الثالثة اللي هي اسمها بوست بون. كده كام واحدة؟ ثلاثة. وعندك بروكراستينيت يبقى كده أربعة. الأربع كلمات دول بمعنى يماطل أو يؤجل، بس حضرتك عارف إن ديلي تستخدم كفيرب وتستخدم كنون. فلما أقول لك نو ديلي يعني مفيش تأجيل، كده نون. طيب don't delay, don't put off, don't procrastinate, don't postpone، الأربعة كده يستخدموا كفعل عادي. المهم الراجل عايز سينونيم لكلمة procrastinate زي ما اتفقنا كده وزي ما قلنا في الشرح، اللي هي كلمة delaying. طيب كلمة speeding معناها المسارعة أو الإسراع، وكلمة accomplishment اللي هو الإنجاز زي fulfillment وزي achievement. carry out يعني ينفذ، زيها كلمة do وزيها كمان كلمة perform. perform الكلمات دي كده بمعنى ينفذ أو يؤدي. something which is inevitable. inevitable دي جات لنا قبل كده مرتين في الكتاب ده ومره في المعاصر. inevitable معناها حتمي. طيب يعني ايه حتمي؟ يعني كده كده لازم هتواجهه. طيب easy to do سهل انك تعمله، impossible to do مستحيل تعمله، impossible to avoid مستحيل تتجنبه، اكيد هي دي. uncertain to do يعني غير مؤكد انك تعمله. الحاجه الحتميه حتما عليك تعملها، يعني شيء ما ينفعش تتجنبه، لازم حضرتك لابس في الحاجه دي. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 3، he turned a the gas and it and lit the stove. هو نو او شغل الستوف. الستوف ده اللي هو البوتاجاز اللي بيساوي كلمه كوك، زي ما انت عارف ان كلمه كوك يعني يطبخ، كوك يعني يطبخ، كوكر ده البوتاجاز. ودي ملحوظه مهمه جدا، انت عارف ان كلمه بلاي يلعب، طب بلاير، بلاير دي لاعب، سبيك يتحدث، طب سبيكر، سبيكر ده المتحدث. حلو الكلام، حلو الكلام، دول اسم فاعل. طيب عندك بقى كلمه كوك كده ده فيرب بمعنى يطبخ، واسم بمعنى الطباخ. My father is a cook، ابويا شغال طباخ. لكن لو انت قلت لي كوكر، كوكر دي اللي بتساوي كلمه ستوف، الاثنين دول معناهم بوتاجاز. المهم الراجل قال لك شغل البوتاجاز، اذا معنى كده ان هو تيرن داون يعني وطى، خفض يعني، تيرن اون يعني شغل، تيرن اب معناها يعلي الصوت ويعلي البوتاجاز، يعلي مستوى اي شيء، اذا تيرن اون. بوك بايرسي قرصنه الكتب، ميكس نوت لوز مليونز اوف دولارز افري يير، القرصنه بتاعت الكتب بتخلي مين يخسروا ملايين الدولارات كل سنه؟ ريدرز اللي هم القراء، ولا بابليشرز اللي هم الناشرون، ستودنتس الطلاب، وبورورز اللي هم المستعيرون. وانت عارف ان بورو يستلف بيجي بعدها حرف الجر فروم، بيرو فروم يستلف من. ماهر ليفت اوت، قبل ما تكمل الجمله كده اول ما تلمح كلمه ليفت اوت او اوميتد او ديليتد اعرف ان انت محتاج اوميشن على طول من غير ما تكمل القراءه، بس هنكمل برضو لان احنا ما بنحلش بالفزلكه دي. ماهر ليفت اوت فاكتس اباوت ذا بور كونديشن اوف هيز كار، ماهر تناسى او حذف او تجاهل، لم يذكر يعني بعض الخصائص عن سيارته السيئه. هي از بايست باي كده معناها ان هو متحيز عن طريق الاوميشن الحذف. امال ايه سبين؟ سبين ده معناها ان تحيز عن طريق التحوير، يحور في الكلام، يقدم لك بعض الكلام الاهبل على انه حقائق. بليسمنت اللي هو تحيز عن طريق الوضع، لما يقول لك وضع الملف، وضع الارتكل المقال في الاول او في اخر صفحه ده اسمه بليسمنت. لوكيشن ده اللي هو الموقع اللي احنا بنروحه في اي مكان. ات ووز ريبورتد، ما تنساش برضه في رقم 5 ان عندك تحيز عن طريق الجندر اللي هو الجنس. لما اقول لك الرجال بيجيدوا القراءه افضل من من النساء مثلا، ده اسمه تحيز عن طريق الجنس. It was reported that a lot of people had been in their cars because of the snowstorm in Canada. بيقول لك قيل يعني في الاخبار ان كثير من الناس حصل لهم ايه بسبب العاصفه. كام يعني ياتي، disappear يعني اختفى، عايزك تبقى واد برنس. has been دي اصلا معناها انها مجهول، فكلمه كام لا تاتي مجهول. طيب disappear برضه لا تاتي مجهول. طب live يعني يعيش برضه، ما ينفعش نقول عيشه، فاكيد ما تجيش مجهول برضه، فاكيد من حيث القواعد trapped، ومن حيث المعنى برضه trapped. الاخبار بتقول ان في ناس احتجزوا بسبب العاصفه اللي كانت شغاله. they believed girls cannot do sports that not strength such as powerlifting. هم بيؤمنوا ان البنات ما بيعرفوش يعملوا الرياضه التي تتطلب قوه بدنيه زي powerlifting. disappear يختفي، appear يظهر او يبدو، inquire يعني يتساءل، هي بالاي او بالاي الاثنين معناهم واحد، لكن require يتطلب. بيقول لك ان هم بيقولوا ان البنات ما بيعرفوش يقوموا بالرياضه التي تتطلب جهدا بدنيا. after going through many obstacles بعد المرور بعدد من العقبات، she qualified as تأهلت ك دكتور، كطبيبه. خد بالك qualify as وظيفه زي ما انت شايف، او qualify in وبعدها المجال qualified in medicine مثلا.
obstacles اللي معناها عقبات، ممكن نحط مكانها difficulties اللي هي الصعوبات، awards يعني جوائز، gifts يعني جوائز او منح او هدايا، hoops اللي هي الامال. طبعا difficulty صعوبه، وobstacle صعوبه برضه او عقبه. وممكن نحط كمان مكانهم ايه يا فندم، كلمه hindrances. hindrances دي معناها برضه العقبات. طب where is your brother، امال فين اخوك؟ قال لك he not the theater، هو فين اخوك يا ابني؟ مش موجود، معنى كده انه راح ولسه ما رجعش، يبقى he has gone to. has gone دي ما تنفعش لوحدها من غير to، has been to راح ورجع، و has been لوحدها كده بمعنى كان. اقول لك my father has been a doctor، ابويا كان دكتور. I not for an hour before my brother came back home. I انا ايه فور، استنى كده، انت متفق معايا قبل كده يا مستر على ان لما الاقي في الجمله فور ومعاها في نفس الجمله بيفور، فانا بقول لنفسي يا باشا ده تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي حضرتك؟ الفعل اللي بعد الرابط ده كيم، ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي، يبقى انت كده عايز ماضي تام مستمر، يبقى هاد بين ويتنج. بس خد بالك ممكن يكون الفعل ده هاد بين نوينج مثلا، لا ما ينفعش نختارها لان نو ما تجيش مستمر. هاد بين ثينكينج لو معناها يعتقد ما تجيش مستمر. هاد بين هافينج لو معناها يمتلك ما تجيش مستمر. طيب ليه ما ناخدش هاز؟ عارف على فكره كان ممكن ناخد هاز لو بدل كيم دي مكتوبه كمز. I not about the good news until she had informed me. بص يا برنس عايزك تحل كده حل الناس اللي فاهمه، ما دام عندك رابط وبعده ماضي فاللي قبلها لازم يكون ماضي. حلو الكلام، تنزل على اي مضارع او مستقبل تقول لهم روحوا اطلع انت بره، ده ماضي ده ماضي ده ماضي. حلو، وبالمناسبه انا لسه قايل لك حالا ان كلمه نو ما تجيش مستمر، فانت كطالب برنس فاهم هنحذف كده رقم ايه ورقم دي، وبكده يبقى احنا خلينا الاختيارات اتنين بس. طيب هقول لك I didn't know about، انا ما عرفتش عن الاخبار الجيده الا لما هم اخبروني، يعني هم اخبروني الاول وبعدين انا عرفت، يبقى انا عايز حدث تاني. الحدث التاني يا فندم بيكون ماضي بسيط على طول، فنختار دي. كلام خلصان كده لو انت فاهم بتشرح، المشرط في ايدك وشغال يا برنس. السؤال اللي بعد كده بيقول لك طاهر بيسالني Why didn't you answer the phone؟ هو انت ليه يا ابني ما ردتش على التليفون؟ قال لك اصل انا، يا ترى انا ايه، كنت بصلي ولا انا صليت؟ بص يا برنس، بدايه بما انه سالك على الماضي فانت اكيد اجابتك ماضي، فاول دي بره اللعبه. وعندك حاجه تاني؟ لا مفيش. wasn't praying ينفع اقول لك انت ما ردتش عليا ليه؟ تقول لي معلش اصل انا ما كنتش بصلي، ولا معلش اصل انا صليت وخلصت، ولا انا كنت بصلي؟ اكيد كنت بصلي. طب ليه ما اخدش هاد برايد؟ لو انت قلت لي اي هاد برايد يعني معنى كده انك صليت وخلصت، انت ما ردتش على التليفون ليه بقى؟ نداله. My friend follows the traffic rules، صديقي بيتبع القوانين بتاعة المرور strictly بشكل صارم يعني او بحزم. because he doesn't want to، لا يحب لا يريد ان يغرم ولا يغرم، لا يغرم. انت عارف ان اي تو والمصدر كده في المعلوم لما نحب نخليها مجهول فحضرتك بتقول تو بي باست بارتيسيبل. طيب نختار مين بقى؟ يبقى هي doesn't want to be fined اللي هي رقم ايه اللي معناها لا يحب ان يغرم. وهنا عايزك تاخد بالك من ملحوظه، هجيب بس الكراسه كده ركز لي كده معايا، عايزك تفهم ان السببيه يا جدعان، السببيه هي مجهول في نفسها كده في نفسها. يعني ايه الكلام الاهبل ده؟ بص معايا I want this car، انا اريد هذه السياره تو نقط، يا ترى تو وش ولا تو بي وشد؟ ده سؤال. السؤال الثاني I got my car not، يا ترى هنقول تو بي وشد ولا هنقول وش ولا هنقول وشد؟ اكيد انت فاهم او وصلك اللي انا عايز اقوله. عايزك تفهم ان في الجمله الاولانيه دي انت قلت لي انا اريد هذه السياره ان تغسل، يبقى تو بي وشد. على فكره ممكن نستخدم وونت بالمناسبه ونجيب بعدها الباست بارتيسيبل على طول، يعني ممكن اقول لك اي وونت ذس كار وشد على طول كده من غير تو بي، وكده برضه صح. المهم انت قلت لي وونت تو المصدر في المجهول تبقى وونت تو بي باست بارتيسيبل. طب يا مستر انا عارف ان جيت بيجي بعدها مفعول وبعدين تو والفعل في المصدر، بيجي بعدها اللي هيعمل يعني وتو المصدر اللي هيعمل، او ممكن نستخدم كلمه جيت وبعدين الحاجه اللي هيتعمل، وفي الحاله دي ناخد باست بارتيسيبل. انت هنا في الجمله قلت لي جيت وبعدين ماي كار، العربيه دي هتغسل ولا هتغسل؟ لا هتغسل، يعني معنى كده هيتعمل. اذا حضرتك محتاج باست بارتيسيبل فتاخد لمين؟ هتاخد لي وشد على طول. طب مش المفروض يا عم ان انت في المعلوم بتستخدم جيت مفعول جيت واللي هيعمل وبعدين تو المصدر؟ المنطق ان انا الناحيه الثانيه هنا اقول تو بي باست بارتيسيبل، هقول لك لا يا فندم السببيه هي منها فيها كده مجهول، اوعى تعملها وتقول تو بي. طيب يا رب تكون فهمتني. الجمله رقم 14 بيقول لك I always not when I am busy studying، انا دائما ايه لما اكون مشغول بذاكر. iron my clothes، ازاي انا باكوي هدومي وانا بذاكر؟ انت كده بتهزر. have my clothes have وبعدها الملابس دي اللي هتتعمل، يبقى انا عايز باست بارتيسيبل يبقى دي مظبوطه. طب I always ironed my clothes، انت كويت بنفسك، ازاي انت بتقول كويت بنفسي؟ اصل انا كنت مشغول بذاكر. have ironed، have ironed برده معناها ان انا كويت بنفسي، يبقى دي بره اللعبه. اذا انت اخترت لي رقم بي اللي معناها انا
هدومي بتتغسل لي. عايزك تفهمها كده ببساطة. انت قدامك اختيارات كتيرة ممكن تفهم بيها القاعدة دي. الاولاني انك تترجم كلمة يجعل، كلمة هاف وكلمة جيت بمعنى يجعل. فانت بتقول انا اجعل ملابسي تغسل ولا تغسل؟ لا تغسل، ما دام هتغسل مجهول يبقى باست بارتيسيبل. طيب I decided decide to المصدر يبقى to study على طول. You not park here there is better place there. بص يا باشا اقول لك في مكان افضل على فكرة، فانت مش لازم تركن هنا يعني، مش لازم، بس لو ركنت عادي يبقى needn't او don't need to او don't have to. امال لو نفس الجملة دي قال لك، تعال معايا تحت كده، لو قال لك you not park here this is banned، الموضوع ده محظور، او there is no parking ساين، في يافطه مكتوب عليها نو باركينج، يبقى هنا هنقول لك يو مصنت معناها ممنوع تركن. طب لو ركنت في مشكله؟ ما انا قلت لك في يافطه مكتوب عليها ممنوع الوقوف، انت بتهزر. طيب رقم 17 يو دونت هاف تو ورك اون فرايداي، انت مش لازم تشتغل يوم الجمعه على فكره. ده بيعبر عن، خلينا نشوف بقى، عايز تفهم ان انت عندك نيسيسيتي اللي هو الالزام او الضروره اللي هي ماست كده، لاك اوف نيسيسيتي اللي هو نقص الضروره، اللي هي مين نقص الضروره دي؟ اللي هي دونت هاف تو، دونت نيد تو، او نيدنت. امال اوبليجيشن الالزام يعني معنى ماست، ادفايس النصيحه ان اقول لك شد اقول لك هات بيتر. طيب احنا كده اخترنا كده lack of necessity اللي هي رقم بي. طيب ندخل على السؤال رقم 18، بقول لك topic sentence، استنى كده التوبيك سنتنس دي هي ايه؟ اقول لك سريعا كده، انت اكيد فاكر قبل كده قلنا ان اي باراجراف في عنصر اسمه البودي، البودي ده بيكون فيه ثلاث عناصر اساسيه. اي باراجراف في التوبيك في البودي بيكون فيه topic sentence، topic sentence، وبعد topic sentence بنكتب supporting sentences، وفي الاخر خالص بنكتب concluding sentence. حلو. طيب التوبك سنتنس ده بقى هو الجمله اللي اكسبريس زمان ايديا، بتعبر عن الفكره الاساسيه في الباراجراف. جيفز مور ديتيلز، بتديك تفاصيل عن التوبك. لا ما بتديش تفاصيل عن التوبك، التوبك سنتنس دي بتعبر عن الفكره الاساسيه. طيب اكسبريس بيرسونال اوبينيون، راي شخصي، ولا كونكلود ذا ايساي؟ لا اللي بتختم الايساي اسمها الكونكلوجن اللي هي باراجراف اصلا على بعضيها. اذا حضرتك هنا كده عايزك تختار الاجابه رقم ايه. لو انت تايه في الرايتنج، في بلاي ليست مفتوحه مش مشفره على القناه فيها كل ما هو له علاقه بالرايتنج، هتحل لك مشاكلك في الرايتنج بكل بساطه. طيب الراجل بيقول لك ريسايكلينج از جود فور ذا انفايرمنت، اعاده التصنيع او اعاده التدوير هو شيء ضروري للبيئه. ات شوز ذا بيست سبورتنج ديتيل، السبورتنج ديتيل يعني ايه؟ يعني الجمله دي كده بتمثل توبيك سنتنس، اديني جمل بقى تدعم الفكره. تعال نشوف scientists managed to recycle nuclear power waste، العلماء تمكنوا من انهم يعيدوا تدوير النفايات النوويه، gold silver and diamond can also be recycled، الحاجات دي كلها ايضا يمكن ان، انت قلت لي حاجه اصلا لسه عشان تقول لي دول ايضا، فايضا دي بره، احنا هنشك في الاولانيه. there are many recycling plants in every country that do this process، هناك الكثير من المصانع في كل مكان في الدولة بتقوم بهذه العملية. انت لسه ما شرحتش اصلا العملية عشان تقول لي عليها هذه العملية. طب نشوف it helps reduce pollution in the atmosphere، بتساعد على تخفيف التلوث في الغلاف الجوي وتحافظ على الطاقة. يبقى انا هشك في رقم A و D، مين في دول ينفع نكتبها مباشرة بعد دي؟ تعال نشوف كده، اعادة التدوير جيد للبيئة، فالعلماء تمكنوا من اعادة تدوير الطاقة النووية، ولا ان اقول لك اعادة التدوير يعد جيدا للبيئه فهو يساعد البيئه في تقليل التلوث، يبقى رقم دي الاقوى. خد بالك الراجل ما قالكش اختار الاجابه الصحيحه، الراجل قالك اختار الاجابه ايه؟ البيست. يعني انت ممكن رقم ايه دي تبقى نافعه، بس رقم دي اقوى، اذا تاخدها. طيب القطعه دي بقى جميله جدا، بيقول لك ان غاندي was an Indian activist، غاندي ده كان نشيط من النشطاء يعني الهنود. Who was the leader of the Indian independence movement؟ هو كان قائد لحركة الاستقلال الهندية ضد بريطانيا أو ضد الحكم البريطاني. كلمة rule هنا معناها الحكم. غاندي led India to independence، هو قاد الهند إلى الاستقلال، وألهم movements for civil rights، وألهم الحركات إنها تطالب بحقوق المدنيين والحرية across the world، في العالم كله. In India he is still known as father of nation، في الهند هو معروف إن هو أبو الدولة إلى الآن. غاندي was first employed as ex اكسبيريت لوير ان ساوث افريكا، يعني كان راجل شغال محامي. سيبك انت من اكسبيريت دي خالص، اعتبر انك مش عارفها واحنا مش محتاجينها اصلا. هو كان شغال محامي، هعمل عليها دايره كده عشان بعد ما نخلص النص نترجم يا رب افتكر. After his return to India، بعد ما رجع الهند في 1915، في 1915 he set about organization peasants farmers and urban laborers to protest against excessive land tax and discrimination. الراجل ده بيقول لك ان هو اسس
منظمه عشان بتدافع عن الفلاحين والمزارعين والناس العمال المدنيين والريفيين، ويعمل حركات احتجاجيه ضد الضرائب الغاليه وضد الديسكريميشن اللي هو التمييز العنصري. الديسكريميشن دي كلمه حلوه، احفظها بمعنى التمييز العنصري. هي اولسو ليد نيشن وايد كامبينز، بدا يقتاد حملات على مستوى العالم فور فاريس سوشيال كوز، لاسباب اجتماعيه مختلفه، اند فور اتشيفينج سيلف رول، وعشان يحقق الحكم الذاتي للهند. هي واز امبريزند اتسجن فور ماني يير، لسنوات عديده، ابون ماني اسوسيشنز اوكيشنز ان بوث ساوث افريكا اند انديا، يعني هو اتحبس بسبب احداث حصلت في الهند وفي افريقيا. بقول لك ماندي اسمه جاندي، ده غاندي، has repeatedly called himself a truth seeker and he learned that truth is a condition of being not a quality outside of oneself or moral acquisition. بقول لك ان الراجل ده كان مؤمن تماما بانه هو الباحث عن الحقيقه او الراغب في الوصول او الطامح للحقيقه، وكان دايما مؤمن ان الحقيقه دي هي حاله من كونك، من كيانك، يعني انك انسان باحث عن الحقيقه، فانت ليك كيان، ما هيش خاصيه كده موجوده جوه بره الانسان او حاجه بتحاول تسعى لها، انت مكتسبها بطبيعتك. which is of the very essences يعني الاسس او الاساسيات الاولى يعني of the divine in man، من الاشياء الموجوده بشكل اساسي في الانسان. though he was decent لا deceit and falsehood، بيقول لك بالرغم ان كان في باطل وخداع حواليه في كل مكان، deceit اللي هو الخداع وfalsehood الباطل يعني حواليه في كل مكان، وكان القداع والباطل ده مقبولين كنظام اجتماعي في كل في حياه الناس كلها، الا ان هو لم يتقبل او لم تمبتد يعني لم يتم اغراءه بهذه الاشياء على مدار حياته. For healing he always had a great love and some aptitude when at the age of 17 his family suggested his going to England to study law. بقول لك الراجل ده عيلته اقترحت ان هو يروح يدرس القانون في انجلترا عندما كان عمره كام سنه؟ 17 سنه. وكان في حته في الاول قال لك لان هو كان اصلا عنده a great love and some aptitude، هو كان عنده حب عظيم جدا وكان عنده موهبه لبلده، يعني عنده حب لبلده وعنده موهبه عشان كده، وهو عنده 17 سنه قال لك الواد ده شاطر في القانون اطلع ادرس قانون. He begged to be allowed to study medicine instead. بس هو توسل لأهله يعني إن هو نفسه يدرس الطب بدلا من القانون. This, however, wasn't permitted and law was chosen for him. الموضوع ده لم يسمح به وهم أجبروه إن هو يدرس القانون غصب عنه. But the love of healing remained. لكن حبه للعلاج وإن هو يداوي الناس كان في ذهنه برضه. He gratified his desire by studying various forms of nature cure treatment and by experimenting with these on his person and on his friends. بقول لك ده كان بدأ يجرب بعض العلاجات على نفسه وعلى أصدقائه and relatives وعلى أقاربه. Some of these experiments produced remarkable results. بعض النتائج كانت مبهرة للعلاجات اللي عملها دي not only due to the treatment but also his devoted and instinctive nursing. لأنه كان عنده موهبة في التمريض وكان عنده نجاح في العلاجات. طيب اسألت القطعة بقى دي، تعال نشوف قبل ما احل في حاجة عايز اعملها عشان هنسى. كلمة اكسبيتريت دي عند حضرتك في المنهج اصلا، بقول لك ان غاندي كان تم تعيينه كمحامي مغترب يعني في افريقيا، هو اصلا اشتغل في الاول محامي. اول سؤال بقى معانا، بقول لك غاندي described himself as a man who، غاندي كان بيوصف نفسه كرجل was in search for divine of divine qualities، كان بيبحث عن القيم الساميه. ما هو رفض ان هو يستسلم للخداع والباطل اللي قلنا اللي كانوا منتشرين. would like to set standards for life، كان عايز يعمل معايير للحياه، وقال لك ان المعايير للحياه كلها كانت باطله والراجل ده ما كانش قابلها ولم يغرى بها. would like to serve people، كان عايز يخدم الناس، ما قالش انه عايز يخدم الناس مع ان دي حاجه ايجابيه ومنطقيه، بس هو ما قالش في القطعه. wouldn't agree with his principles، ان هو لا يتفق ابدا مع ارائه ومع قيمه، يعني هو رفض لنفسه. لا غلط، يبقى الاجابه كده رقم ايه زي ما انا معلم كده. ايه الكلمه اللي هي عكس كلمه بيج؟ بيج يتوسل، لما اقول لك اتوسل اليك سيبني اطلع، يبقى انا هحتاج عشان اخليك تطلعني. كلمه ابيل يعني يروق لي، سجست يقترح، وديموند يعني يطالب. What is the main idea of the passage؟ القطعة بتحكي عن ايه اصلا؟ عن حياة الناس العظماء اللي هم زي غاندي. How Gandhi loved nature، ازاي كان بيحب الطبيعة؟ لا ما قالش كده. Gandhi's working as a lawyer، عن شغله كمحامي ما جابش سيرتها غير مرة واحدة بس، لا مرتين اتنين، ان هو كان بيشتغل محامي مغترب وان هو اهله اجبروه ان هو يدرس القانون. India and its people، الهند وناسها، لا ما قالش كده خالص. فالتلاتة مستبعدين، يبقى الإجابة رقم دي the life and work of a great man، يعني حياة وعمل الشخص المشهور. What do you think the word healing means؟ كلمة heal احنا شرحناها لما كنا بنقول heal معناها يلتئم
يعني خف. قلنا ساعتها كان في كلمة اسمها كيور وكلمة اسمها تريت، الاثنين دول معناهم يعالج. فأنا ممكن أقول لك we want to cure أو treat our cut أو our burns، لكن we need our burns to heal، نريد جراحنا أن تلتئم. المهم كلمة healing معناها إيه؟ قلنا يعني يلتئم أو يخف. engineering الهندسة، struggle اللي هو الصراع، independence الاستقلال، طب medication اللي هو المعالجة أو التطبيب من الطب يعني. ليه غاندي known in India as a father of the nation؟ هم ليه سموه أبو الدولة كلها؟ he was a religious man، كان رجل دين؟ لا، ما كانش رجل دين ولا كان رايح ناحية الدين خالص. he loved his sons، كان بيحب عياله، ما جابش سيرة عياله في القطعة. he told the truth، كان بيقول الحقيقة. ولا he defended Indian rights، كان بيحارب عن حقوق الهنود. ما هو اللي بيقول الحقيقة ده ما عملش حاجة كده عادي يعني، البلد ظلمة وهو ما عملش حاجة، هو كان بيدافع عن حقوق الهنود. though غاندي saw deceit، برغم ان هو كان شايف الخداع والباطل يعني في كل العالم، هو لم يخدع به. زي ما قال never surrendered، surrender دي معناها يستسلم زي ما انت عارف، اخت yield to اللي احنا خدناها قبل كده، واخت submit اللي خدناها قبل كده برضو، اللي هو was tempted to defeat، هو لم ينخدع. كلمة tempted يعني يغري، لم يغرى بها. خد بالك هو في القطعة قال لك كلمة tempted دي، بس هو قال لك ان هو لم يغرى، ما قالكش اغري بها. طيب بعد كده رقم سي، was tempted to advocate، كان يعني خدع او تم اغراؤه ان يدافع عن الباطل والحاجات دي، ما بدافعش عنهم، ده كان ضدهم. هو was never، هو he was never tempted to protest، هو عمره ما تم اغراؤه ان يحتج من اجلها، لا ده هو كان بيحتج ضدها. طيب ايه من الجمل دي is untrue، ايه من دول غير صحيح؟ اول واحده، غاندي studied various forms of nature cure treatment، هو ما درسش، هو درس المحاماه، درس المحاماه ودرس الطب في الاخر، قال لك ان هو كان بيدرس بعض العلاجات عشان يعملها على الناس القريبه، يبقى دي صحيحه. غاندي truth is a condition of being an immoral position، ده هو قال لك is not ديت. تعالى ما اوريها لك في القطعه، اهي اوريها لك. أو قال لك ايه؟ and it was accepted as standard life، قال اهو not، بص اسمع اسمع الحته دي، قال لك ايه؟ not a quality outside of one moral acquisition، يعني not هو ده في الاختيارات مثبته. طيب يبقى الاجابه رقم بي ديت هي اللي غلط، هو عايز الاجابه اللي مش صح، الانترو. طبعا غاندي معروف ان هو ابو الامه دي، صح. غاندي كان تم تعيينه كمحامي في افريقيا، صح. حتى كان قال لك ان هو اكسباتريت يعني مغترب. what is the moral of the passage، القطعه بتحكي عن ايه؟ gaining independence against foreign rule has no significance، انك تكون دوله مستقله من الاحتلال ملوش اي ستين لازمه، لا طبعا ده ناس بتموت عشان كده. being a father of a whole nation is something we must avoid، انك تتجنب انك تكون ابو الدوله يعني انك تدافع عن دولتك برضو غلط. discrimination is something which everyone should fight، ان التمييز العنصري هو حاجه كلنا لازم نحاربها زي ما غاندي عمل. parents should allow their children to study medicine، القيمة الأخلاقية إن الآباء لابد إن هم يسيبوا عيالهم يدرسوا طب، مش دي القيمة الأخلاقية. أي نعم ده حصل مع غاندي، بس مش دي القيمة الأخلاقية. القطعة دي بتحكي بقى عن التيتشرز، المعلمين play vital roles in the lives of the students in their classrooms، المعلمين بيلعبوا دور هام أو دور حيوي في حياة طلابهم في المدارس. they set the tone of their classrooms، دول هم بيظبطوا يعني الأداء في الفصول. build a warm environment، بيبنوا بيئة من الحب والاحترام. mentor بيراقبوا and need شير ستودنتس، بيراقبوا طلابهم ويخلوهم طبيعيين. بيكم رول موديل، وبيصبحوا قدوه حسنه ليهم. اند ليسن اند لوك فور ساينز اوف ترابل، وبيستمعوا وبيبحثوا عن علامات الاضطراب عند الطلاب عشان يعالجوها. ذا موست كومن رول اوف ا تيتشر بلايز، او تيتشر يعني اكثر دور مشهور المعلم بيلعبه في الفصل، از تو تيتش نوليدج تو تشيلدرن، ان هو يدرس الطلاب المعرفه. تيتشرز ار جيفن كيريكولم زي ماست فولو، بيعطوا منهجا لابد ان هم يتبعوه. ذات ميتس ستيت جايد لاينز، والمنهج ده بيكون مبني على الجايد لاينز ارشادات الدوله. الكريكولم از فولود باي ذا تيتشر سو ذات ثرو اوت، زي بقول لك ان المنهج ده بيتم تدريسه للطلاب على مدار السنه. تيتشرز تيتش ان ميني ويز انكلودنج ليكتشرز، المعلمين بيدرسوا بطرق مختلفه بما فيهم المحاضره والمجموعات الصغيره، الانشطه بتاعت المجموعات الصغيره، الهاندز اون المشروعات والانشطه. تيتشرز رول، دور المعلمين، او تيتشرز اولسو بلاي ان امبورتنت رول، بيلعبوا دور ايضا هام. ان ذا كلاس روم وين ات كومز تو environment، بيلعبوا دور هام في الفصل عندما يتعلق الامر بالبيئه. students often mimic، الطلاب دايما mimic يعني ايه؟ انت عارفها قبل كده وخدتها مره بمعنى يقلد، بس اعترف انك مش عارفها. a teacher's action، الطالب ايه؟ تصرفات المعلم اكيد بيقلدها. if the teacher prepares a warm happy environment، لو المعلم اعد بيئه تعليميه فيها دفء واحتضان يعني وسعاده، students are more likely to be happy، الطلاب من المحتمل ان هم يكونوا سعداء. an environment set by the teacher
can be either positive or negative. البيئة اللي بيعملها المعلم ممكن تبقى بيئة إيجابية أو سلبية. If a student senses the teacher is angry, لو الطالب حس إن المعلم غاضب, students may react negatively to that and therefore learning can be impaired. بقول لك لو المعلم كان غاضب فالطالب بيتأثر بكده والتعلم نفسه بيتأثر بهذا السلوك. Teachers are responsible for a social behavior in the classroom. المعلم مسؤول عن السلوك الاجتماعي في فصله. This behavior is primarily a reflection of the teacher's actions and the environment she sets. بقول لك ان السلوكيات الطلبه ما هي الا نتاج لتصرفات المعلم وللبيئه اللي المعلم بيخلقها داخل الفصل. Teachers typically do not think of themselves. المعلم عمره ما فكر في نفسه. And role models as role models كأنهم نموذج أو قدوة بيحتذى بها. However, they are really so. بالرغم من أنهم فعلا هكذا. هكذا يعني هم role models. Students spend a great deal of time with their teachers. الطلاب بيقضوا وقت كبير مع المعلمين. The teacher becomes a role model to them. عشان كده المعلم هو قدوة للطالب لأنه بيقضي معاه وقت أكتر من اللي بيقضي في البيت. This can be positive or negative. وده ممكن يكون إيجابي أو سلبي معتمدا على the teacher, على حسب المعلم. يعني المعلم هو اللي بيحول الموضوع ده الإيجابي أو سلبي. Teachers are there not only to teach children but also to love and care for them. المعلمين موجودين اصلا مش بس عشان يهتموا مش بس عشان يعلموا الطلاب, لا ده عشان يحبوهم ويهتموا بيهم. Teachers are typically highly respected by people in community and therefore become a role model to students and parents. بقول لك ان المعلمين بيحترموا في المكان عشان كده هم قدوه حسنه للطالب والمعلم. كلمه imitate, كلمه mimic اللي معناها يقلد زيها بالظبط. imitate يعني يقلد. fabricate يفبرك. hate يعني يكره. وannoy يعني يغضب. What makes teachers role models for their students? اللي بيخلي المعلم قدوة للطلاب ان they have negative, ان هم لهم تأثير سلبي, ولا الطلاب بياخدوا معظم وقتهم مع المدرس في الفصل, ولا الطلاب بيتأثروا by teachers clothes, بيتأثروا بملابس المعلم, ولا التيتشر المدرسين بيؤدوا الصلوات بانتظام بره كل ده بره اللعبة. Which of the following قد ايه من دول المعلم ما ينفعش يعمله؟ Create a warm atmosphere, ان يخلق بيئة طيبة, لا ده المفروض نعمله. ان هو يحاول ان هو يعطي نموذج جيد للطلاب, برضو يعملها. يسمح لطلابه بالتعبير عن مشاعرهم, يعملها. لكن teach it curriculum different from the states, لا ده ما ينفعش. ليه؟ لان الراجل في الجمله قال لك ان المنهج بيكون وفقا للستيت guidelines اللي هي الارشادات بتاعه الدوله. ما ينفعش انت تدرس بقى من نفسك. 31. What is the classroom social behavior affected by? السلوك الاجتماعي في الفصل بتاثر بمين؟ بالمعلم اكيد. بالتيتشرز اكشنز طب التيتشرز نوليدج, معرفه المعلم, ولا تفكير الطلاب, ولا مفضل يعني الاشياء التي يفضلها الطلاب؟ لا, السلوك الاجتماعي بيتاثر بالمعلم ورد فعله. فالمعلم لو غاضب الطالب غاضب. الاندرلايند كلمه وورد كلمه سو انا نسيت عن ايه, بس تعالى نقرا كده. سو هيتد باي ستودنتس فولود باي ستودنتس بيقول لك هنا في القطعه دي, بيقول لك ايه؟ بيقول لك المعلمين ما بيعتقدوش ابدا ان هم قدوه حسنه بالرغم ان هم كذلك. يعني ايه بالرغم ان هم كذلك؟ بالرغم ان هم قدوه حسنه, يعني فولود باي ستودنتس. بعد كده السؤال 33. What is the result of the teachers being angry? لو المدرس غضبان اللي بيحصل؟ الطالب هيكون غضبان ومش هيتعلم. That develops teaching, بيطور التعليم, ولا بيجعل الطلاب نشيطون, ولا بيجعل الطلاب مسؤولين, ولا this weakens learning, بيضعف التعلم. اختار لي عنوان مناسب للقطعة اللي فوق دي. Teachers spending great time with students, المعلمون يقضون أو قضاء المعلمين لوقت رائع مع طلابهم, ولا دور المعلمين في حياة الطلاب؟ أكيد من غير ما نكمل دور المعلم في حياة الطالب, لأن المعلم لما يكون فرحان الطالب فرحان وبيتعلم. ولا the importance of school, أهمية المدارس ما جابش سيرتها, ولا teaching environment inside the classroom, بيئة التعلم داخل الفصل ما جابش سيرت دي برضو, إلا لما قال لك المعلم بيخلق بيئة التعلم ناجحة أو سيئة. إيه من دول يا شباب is untrue؟ untrue يعني عايز الجملة الغلط. طيب according to the passage, خد بالك وعايز untrue. تعال نشوف واحدة بواحدة. أول واحدة بقول لك teacher role the role of teachers is as important as that of a family. هو بيقول لك ان مين في دول غلط. دي صح فعلا, دور المعلم زي دور الاسره. teachers are respected and lovely by both students and parents. المعلمين محبوبين بواسطة الطلاب والاباء. قال لك ما هو فعلا الاباء بيتخذوا المعلم قدوه والطلاب كذلك. teachers usually think of themselves as, المدرس بيفكر ان هو رول موديل بقى وخلاص شكرا. لا ده هو قال لك ان هم ما بيفكروش في نفسهم كذلك بالرغم ان هم فعلا سو, بالرغم ان هم فعلا قدوه. طيب الترجمه يا باشا, الاجابات زي ما انت شايف كده فعلا دي الاولى رقم ب زي ما انا عامل كده عليها وانا بحل مع زمايلك, دي صح دي ب. طيب عايزك تفهم بقى كل واحده من اللي فوق دول غلط ليه. اولا بقول لك في الجمله ايه, عاده ما يختلف الناس في الاحتفال بنفس المناسبه. طبعا المناسبه بنفس المناسبه هي بالمناسبات نفسها وفقا لاختلاف جنسياتهم واعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ودياناتهم وثقافتهم واللغات التي يتحدثونها والبيئة التي يعيشون فيها. خد بالك هنا الراجل قال لك ايه؟ لاختلاف جنسياتهم واعرافهم. هنا بيقول لك معتقداتهم، معتقداتهم دي اللي هي beliefs. هو قال لك norms وcustoms وtradition، ما جابش سيرة المعتقدات فدي بره. طيب عادة ما يختلف الناس في الاحتفال بالمناسبات نفسها وفقا لاختلاف جنسياتهم واعرافهم وجمارجهم. لا خد بالك الراجل بيلعب على وتر ايه؟ ان كلمة customs دي لها معنيين، معناها عادات ومعناها جمارك، واحنا قلناها في فيديوهات من اول السنة، فدي كده شكرا. وجماركهم برضو بوظت. اذا الاجابة الصح زي ما اتفقنا رقم ب. طيب الاجابة الجملة رقم 37 زي ما انا برضو عامل لك كده، الاجابة رقم ايه اللي صح؟ طيب الباقيين غلط ليه يا باشا؟ تعال نشوف هنا. true friendship acquires، acquire معناها يكتسب، هو في الجملة قال لك تتطلب او تحتم يعني require. اللي بعدها يقول لك true friendship requires that friends cooperate and share hardships، يتشاركون في الصعوبات before delights، قبل المسرات. there is a wise saying which say، بص a wise saying يعني مقولة يعني او حكمة، which is المفروض المقولة مفرد فنقول says، فدي بره اللعبة، هو هنا فعلا قال لك says. طب اللي بعدها true friendship inquires، inquire يعني ايه يا باشا؟ يعني يتساءل، اطلعي بره، احنا عايزين يتطلب اللي هي require. اذا الاجابة زي ما اتفقنا هي رقم ايه. القصة على السريع كده بقول لك ايه في القصة. if you were Bib would you be ashamed of your friend Joe؟ انا عايز اكتب الاجابة، هقول له no. طب ليه يا عم؟ as Joe، لان Joe was always kind to me to Bib، لان Joe كان دايما لطيف مع Bib. دي اجابة سريعة. طيب اجابة تانية هقول لك no. ليه يا عم؟ as Joe always loved and respected Bib. الاجابات سهله، دي اجابه ودي اجابه، خد لك واحده من اثنين. do you think that miss havisham had an influential personality؟ هل تعتقد ان الولية هافيشام دي عندها شخصيه مؤثره؟ هقول له yes. طب ليه يا عم؟ as she influenced، لانها اثرت على استيلا، اثرت على مين؟ استيلا. and persuaded her، واقنعتها to تشيت او ديسيف بيب، واقنعتها انها تغش مين؟ تغش بيب. الموضوع سهل يا جدعان، الموضوع سهل لطيف وكيوت خالص. خلصنا كده الامتحان. لو انت ما حلتش امتحان الوحده من الاولى للثالثه هينزل برده النهارده، انا لسه ما سجلتوش بصراحه بس هسجله النهارده. يلا تابع كده للشاطر. الامتحان ده انا شيرته على قناه اليوتيوب، فلو انت سمعته على اليوتيوب ما تخضش، هو تبع المحتوى الخاص ولكن انا شيرته هنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما امشي لو انت حابب تنضم لينا على المحتوى الخاص تواصل معانا على الارقام الموجوده في الوصف، بس كده.